حرص على البساط وإياك والانبساط. خليك دائما دائما إلزم الأدب. الأدب أن لا تتكلم، هذا أول وحدي. ثاني وحدي أدب القلب، أن لا يميل عن الله لغيره، لا لحال ولا لتجلي ولا لأنوار، أن لا يميل عن الله. لو مهما حصل، لو كشف الغطاء وأنت في حالة الذكر فرأيت أنك مع الله، لا تشغل على بأنوار ولا تشغل بأحوال ولا تشغل، ولو رأيت الجنة ولو رأيت النعيم، كل هدول مخلوقين والله هو الخالق. أنت مع الخالق ولا مع المخلوق؟ اسأل نفسك، أنت مع الخالق ولا مع المخلوق؟ إذا مع الخالق ما بتنشغل بمخلوق. جمال الكون، جمال العرش، جمال الجنة، جمال النظر أعظم عندما يرفع الله الحجاب عن وجهه الكريم لأهل الجنة، وينظر أهل الجنة إلى وجه الله تعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يغيبون بهذه النظرة 70,000 سنة في لذة هذه النظرة. 70,000 سنة غايب بلذة النظر، هاللذة هي. فلذلك اللذائذ كلها في الدنيا تنقضي، كلها فانية، إلا لذة النظر إلى وجه الله فهي لذة باقية لا تنقضي. فكن إذن مع الله ولا تكن مع أحد سواه. فما دمت على قدم الهيبة ترتقي إلى الدرجات بدون نقص ولا غيبة. ما دمت على قدم الهيبة، هيبة الله دائما تملأ القلب، الله معك في هيبة، الله معك. ما دمت على قدم الهيبة ترتقي إلى الدرجات بدون نقص ولا غيبة ولا عيبة. فارتقاء، هذا الارتقاء لما بتكون دائما قلبك ممتلئ بهيبة الله، ذاكر دائما الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي، دائما في هيبة، دائما في هيبة. فهذا الإنسان الذي يصل، متى وجدت الهيبة؟ حجبت عنك الخطيئة والمعصية، متى ما وجدت الهيبة. فإذا ذهبت الهيبة سقط في الخطيئة. فدائما هيبة الله تملأ القلب، الله أكبر، هذه الهيبة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فيمتلئ القلب بجلال الله وهيبة الله وعظمة الله. فعندها لا يفكر بخطيئة ولا يلتفت إلى نقص ولا يقع في زلة، إنما هو مع الله في كل حال. هذه حالة من حالات يا ابني، من حالات البسط التي تكون مع الإنسان.